كل سنة وانتم طيبين، معاكم رانيا الجوهري. النهاردة وصفتنا سهلة وبسيطة واقتصادية، وما فيش حد ما بيحبهاش ولا حد سرق منها وهو صغير. كفتة الراس، سواء باللحمة الجملي اللي هو الأساس بتاعها أو الكانتوس، هنعملها مع بعض. طعمها حكاية على طريقة مامتي. متنسوش اللايك والشير، ويلا بينا نشوف المقادير. نقول بسم الله ونبدأ مقادير كفتة الرز. المقادير دي تكفي كيلو لحمة مفرومة. معايا 600 جرام رز. علشان هفرم الكفتة دي عند الجزار، غسلت الرز وصفيته وسبته لمدة ساعة ونص ساعتين في المصفى يتصفى لغاية ما انتوا شايفينه بالشكل ده. لكن لو هتفرمي الكفتة عندك في الكبة في البيت، انقعي الرز نفسه من ساعتين لتلاتة وبعد كده سيبيه يتصفى ويبقى بالشكل ده، وبعد كده اطحنيه يكون عامل زي دي الرز. ومعايا بصلة انا مش هقطعها غير هناك، معايا بصلة متوسطة، وكمان 4 فصوص ثوم صغيرين مش كبار، ومعايا معلقة ملح كبيرة، نص معلقة فلفل اسود صغيرة، وكمان معلقة صغيرة كزبرة. هي دي البهارات اللي هستعملها، حطها هنا برضو. ومعايا حزمة كزبرة وبقدونس، شلت الأعواد بتاعتها وفرمتها بالشكل ده. هي دي مقادير الكفتة على كيلو لحمة مفرومة، وهتبقى معاكي هايلة ولا هتفك منك في الصلصة بعد كده، وهتكون حلوة جدا جدا جدا. مش بحط عليها شعرية ولا أي حاجة، هو الرز بالطريقة دي. لو هتفرميه عند الجزار يدوبك تغسليه وتصفيه وتسيبيه ساعة اتنين كده يتصفى، لكن لو هتفرميه في البيت انقعيه في البيت اكتر من ساعتين ثلاثة علشان يبقى معاكي بودرة بعد كده في الكبة. هروح معاكم في الجزار عند الجزار وهوريكم اللحمة. وخلاص كده، هي ديت المقادير اللي معايا هتكفي لكيلو لحمة مفرومة. بعد ما جبت الكفتة من عند الجزار شايفينها عاملة ازاي؟ طبعا هي نسبة اللحمة فيها اكتر عشان تكون طرية معاكي مش ناشفة. بجيبها من عند الجزار بسيبها تهدى شوية، وبعد كده بزود الملح لو ناقصة ملح، وبعد كده بنلفها بشوية زيت علشان طبعا الخضرة بتتأكسد بسرعة. لو هتفرزيها ادهني وشها شوية زيت، لو هتعمليها على طول ابقي غطيها علشان برضو ما تنشفش منك. طبعا انتوا شاطرين وعارفين الكلام ده كله. بجيب بولة فيها زيت، وطبعا بحط ايدي فيها وباخد قطعة صغيرة، وطبعا تخليه مش تخين ورا رفيع، علشان لو رفيع قوي هينشف منك، ولو تخين هيكون معاكي مش مستوي، هياخد لون من بره ومش مستوي من جوه. هو ده الشكل اللي انا بحبه اهو. هاخد قطعة تانية. عايزة تزودي البهارات اللي انت حباها براحتك، وادي واحد كمان. ممكن تعمليها كور، ممكن تعمليها زي الطعمية براحتك. اهو ده الشكل اللي انا هعمله وهوريكم بعد ما اخلص الكمية كلها. خلاص بعد ما خلصت الكفتة شايفينها عاملة ازاي. ممكن تعمليها بالشكل ده وتفرزيها وتطلعيها على التحميرة على طول. ممكن تغلفيها ببلاستيك راب وحطيها في التلاجة لغاية التسوية، مش هتاخد اي وقت منك، وسهلة وبسيطة واقتصادية جدا، وطعمها حلو جدا جدا جدا. هنبدأ دلوقتي نحضر الصوص بتاع الكفتة. معايا طماطم فريش اي كمية انت عايزاها، ومعايا كمان بصلة مبشورة و3 فصوص توم برضو مبشورين مع البصل، وملح وسكر وكزبرة وفلفل اسود واي بهارات انت حابة تحطيها براحتك، ومادة دهنية سواء زيت او سمنة او تخلطي ما بينهم براحتك. تعالوا بقى نعمل الصلصة دي بطعم حلو جدا والنتيجة هتعجبكم. عايزة تضيفي بطاطس مكعبات، اي نوع خضار مع الكفتة براحتك. انا ممكن اضيف بطاطس مكعبات بس مش دلوقتي. هبدأ احط معلقة صغيرة سمنة، وكمان معلقة زيت صغيرة مش كتيرة، كده تمام. وهبدأ انزل بالبصل
اسيبه يدبل ويطلع النكهة بتاعته، مش عايزة اكتر من كده، مش عايزة ياخد لون. عادة تزودي المادة الدهنية براحتك علشان تكون خفيفة معاكي. خلاص كده البصلة والثومة طلعوا النكهة بتاعتهم، هبدأ انزل بعصير الطماطم. ولو عندك صلصة حطي الصلصة الاول علشان تتسبك مع البصل وتطلع الحموضة بتاعتها. وهبدأ انزل بالبهارات بتاعتي، مخدناش اي وقت، هسيبها تدي وتاخد مع نفسها شوية لغاية ما تتسبك. عايزاها تكون متسبكة كويس جدا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. خلاص الصلصة اتسبكت، شايفينها عاملة ازاي، فصلت المادة الدهنية عن الطماطم. وهبدأ انزل بمية بأي كمية انت عايزاها، واسيبها تاخد غلوة. وبعد ما تاخد الغلوة هنزل بمكعبات البطاطس تاخد غلوتين، وفي الوقت ده هبدأ احمر الكفتة بتاعتي. هسيبها تاخد غلوتها وهبدأ بعد كده انزل بالبطاطس. هنبدأ نحضر مع بعض الرز. اي مادة دهنية انت حباها سواء زيت او سمنة او تخلطي ما بينهم، برضو انا حطيت برضو زيت وسمنة. وهبدأ انزل بالشعرية. هبدأ احط برضو معلقة ملح معاها تسرع في السوا، واسيبها لغاية ما تاخد اللون الذهبي. خلاص كده وصلنا للون الذهبي الحلو، شايفينه عامل ازاي، حلو قوي كده، ما تغمقهاش اكتر من كده. هبدأ انزل بالرز اللي انا غسلاه. طبعا انا حاطه كوباية رز معاها نص كوباية شعرية، وهحط مية وخلاص كده. هغلفه الاول بالزيت والسمنة علشان يطلع معايا مفلفل. هنزل بالمية، لكل كوباية رز مصري كوباية مية. ده حلو اوي. تمام، هسيبه ياخد غلوة ويبدأ يتشرب، وبعد كده اوطي عليه النار. خلاص بعد ما الطماطم خدت غلوة حلوة هبدأ انزل بالبطاطس بعد ما صفيتها، واسيبها تاخد غلوتين وتدخل في السوا. وبعد كده هنزل ابدأ احمر في الكفتة وانزل بيها. هنبدأ نحمر الكفتة، حطيت زيت على نار متوسطة وهبدأ انزل بيها. اهو بعد ما حطيتها ولا هتكش ولا اي حاجة. لو هتحطيها في الصلصة بلاش تحمريها قوي، ولو هتاكليها كده من غير صلصة حمريها كويس بس ما تنشفيهاش، وطبعا على حسب الذوق. هخلص الكمية وارجع لك. ما تقلبيهاش اول ما تتحط على طول، شايفينها ولا كشت ولا اي حاجة ولا شققت اهي، وريحتها حلوة جدا جدا جدا. وادي شكل الكفتة بعد ما طلعت، شايفينها عاملة ازاي، مستوية حلوة قوي. هبدأ انزل بيها في الصلصة بتاعتها. بعد ما البطاطس استوت والكفتة اتحمرت هنزل بيها في الصلصة. مجرد ما تاخد غلوة واحدة هقفل عليها. ظبطي الملح بتاعها بقى زي ما انت حابة، ممكن تحطي شوية كركم شوية شطة براحتك. وادي الرز بعد ما استوى، شايفينه مفلفل عامل ازاي، الرز برزتها مش لازق خالص في بعض ولا معجن. كمان الكفته شايفينها عامله ازاي، ريحتها مش قادره اقول لكم تجنن.
لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وشجعوني ودعموني باللايك بتاعكم، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة، وكل سنة وانتم طيبين.